اسمي سهام الأحمد الظهر، أشتغل خردارة على الطريق، مشان نشتغل ونجيب لهم خبز، لأهلنا خبز نشتري تناكل. عندنا 3 بنيات و5 بنات، وأنا أحب أصير دكتورة وأحب ساعد الناس وأحب ساعد الأطفال الصغار وأحب أرسم وأحب ألعب وأصير طيبة على الناس. أحسن الناس مو طيبين علينا بس أنا طيب عليهم، أحترمهم وأغدرهم. يا ريت يساعدوني بس ما يساعدونا، إحنا علينا دين كثير، وأبوي ميت، أنا أبوي ميت، جت له إصابة، راح الطريق وجت له بالمتور، خذوه هو والمتور، خذوه مآتفه، الحمان عارف عنه شو. أهم ما علاقة بيشكلها الإنسان بحياته كلها هي علاقته مع أهله، لأنه هي اللي بعدين بتأثر على كل حياته المستقبلية. يعني الطفل أول ما يخلق بيكون بقلب هذا البيت اللي في بقلبه أهله وإخواته، لبعدين ينتقل للمجتمع الثاني، هي المجتمع المصغر للمجتمع الكبير اللي بعدين الطفل بينتقل له. عشان هيك هو اللي بيكتسب منه الولد أهم الأشياء اللي بعدين حيعيش فيها، وهو بناء الشخصية عند الطفل ببلش تكونه بهاي المرحلة اللي هي بيكون مجتمعه هو عائلته اللي هو الأم والبي خصوصا. أنا عمري 11 واسمي علي وبدي يصير حلاق، بدي يصير نفس أبويا. بيتوفى إيه، يعني بدي أخذ مصلحة أبويا، بدي نفس أبويا يفتخر فيا، بدي أخلي عائلتي سعيدة وباخذ مصاري عشان أخليها سعيدة. بدي أخليها فرحانة دايما. أول واحد اسمه عيسى، ثاني واحد اسمه محمد، وخواتي اسمهم صابرين وإيمان صغار، أنا الكبير بالعيلة. أوكي، البروجكت آخر واحد اشتغلنا عليه كان مع أطفال لاجئين من مخيمات بالبقاع، فكنا عم نجرب نعمل معهم مثل هي مش مسرحية بس شو أكتر عن خبريات عم بيعيشوها، ونخليهم يعملوا كوميونيكيشن أكتر بين بعض ويعبروا عن حالهم. السكريبت يلي انكتب كان بمساعدتهم إلهم، يعني هن كتبوا معنا أفكارهم، وهون كانت المفاجأة، يعني لما تعطي للولد الحرية ليتخيل هو وبيحط أفكاره كتير بأبدع، أن الولد تكتشفي أنه عنده مجالات بالخيال كتير واسعة، وانت بس أنه عطيتيه الحرية يعبر. عمري أحمد محمد الجاسم، بحب بصيل بغني، بفتخل بصوتي، بحب بدلس بتعلم، بحب بعيش حالي بحالي، بحب بتحرر من أهلي عشان أروح وين ما بدي. حياتي بشتغل بلم خلدة، بروح بجيب أبيع، بجيب بجمع المصاري، وأهل شي بيعب بفكة بيطلع بعدي ما فيه بفيد حالي فيه، شو ما طلع فيه يفيد حالي. الولد ما لازم يشتغل عمر صغير، لأنه نحن عنا مراحل بحياتنا لازم نعيشها مثل ما هي، كل مرحلة نقدر نعيشها بشكل كامل. يعني الطفل من الطبيعي أنه يعيش طفولته، وبيرجع المراهق يعيش مراهقته، وبيرجع الأدلت يعيش المرحلة أو الحدا البالغ يعيش البلوغ تعوله. هول مراحل ما فينا نسبق مرحلة على مرحلة، يعني ما فينا نجيب مرحلة البلوغ ونعيشها بالطفولة، لأنه هيك بيكون مرحلة مهمة من حياتنا كان لازم نعيشها، وهي مرحلة الطفولة احنا قطعناها وعشنا مرحلة تانية بدالة، بعدين حيكون في شيء ناقص بحياتنا، حيكون دايما في عنا نقص، بس لما نكبر نقص نحنا ما عشناه.
فكان عندهم افكار كتير حلوه، كتير عندهم احلام، بس بنفس الوقت اللي بيزعل انه احلامهم مثل هي كانه ابسط الحقوق اللي لازم يكونوا عايشينها. بس بتشوفي خلال التمارين وخلال العرض قد ايه عندهم حياه وقد ايه فيهم روح حلوه وقد ايه عندهم براءه، وانحرموا من هالقصص كلهم يعيشوها بظروف ما خصهم فيها. الدراسه بتزيد الوعي عند الاطفال، يعني هو شيء كثير مهم عشان هي حديد الوعي عند الاطفال وعند الاهل كرمال يكون طالع جيل منيح، مش يكون طالع جيل حيكفي او حيطلع جيل مثله بالمستقبل. اسمي فؤاد علي محمد المحمد، عمري 10 سنوات، دخلت المدرسة 10 أيام وطلعت منها، تسكرت المدرسة. هلا بلم خورتي عشان نجيب مصاري. اسمي عبد الكريم العبد الله وعمري 10 سنين وعم بلم خردة مشان بنشتري خبز وبدرب سوريا مهجور. هلا بتمنى بدي ارجع على سوريا ترجع مثل اولي واحسن. هلا بدي اروح على سوريا، بيتنا بسوريا مهجور ما فيني ارجع. بتعلم عربة واحرف واكتب وادرس ونلعب انا والصبيان في الساحة ونضل نلعب لحتى بتصير الفرصة. لا انا عم بروح لم حديدة حتى بجيب حق الخبزيت. بحب بدي بصير دكتورة، وهلا ببالي بدي صير مهندس اعمار وبدي صير بعمر بنايات مشان نعالج المرضاني. بشتغل بصير معلم حجر. الشغل كيف بيعملوك؟ بيعملوني؟ أنا عامل. كيف بتعاملوا معك؟ قلش؟ كنا بظن مجتمعات الأهل هني بيعتمدوا اعتماد كتير كبير على الأولاد، لأنه هني بيجيبوا كميات كبيرة من الأولاد عشان هالأولاد يشتغلوا بعدين، هني بيعتبروا على عمر معين، يعني بيعتبروا إنه عمر 40 أو 50 سنة البي لازم يوقف شغله ويقعد بالبيت، وهالأولاد هني اللي يكونوا مصدر يجيبوا مصاري على البيت، عشان هيك بيجيب كمية أولاد كبيرة، يعني عشان هيك ما بيسأل هو عم بيجيب. وبعدين والمجتمع ماشي هيك كمان، هول الأولاد لما يوصلوا على 40 أو 50 سنة بيتجوزوا زواج مبكر، يعني حتى الأولاد أو البنات، يعني ما ضروري بس البنات عندهم زواج مبكر، كمان الصبيان بيتجوزوا زواج مبكر عشان بعدين بعمر 40 أو 50 سنة هن بيقعدوا بالبيت وأولادهم هن بيصيروا يشتغلوا ويصرفوا على البيت. فالمفاجئ كمان كان أكتر إنه عندهم التزام كان رهيب، يعني أكتر من أهل المسرح بحد ذاتهم لما يكون عندهم شغل اللي هو شغلهم، كان عندهم التزام رهيب هول الأولاد، يجوا من الصبح لعشية عم يتمرنوا وما يتعبوا ما يوقفوا يشتغلوا ويعيدوا، وفوتوا كتير ألوان ورقص وحياة، فكان عندهم مجال للتعبير كتير حلو. بس يعني بتمنى إنه نحن نتعلم عشان نقدر نفيد هالمجتمع.